ايوه ابو حميد، ايوه يا استاذ عبد الناصر، منور الدنيا. حبيبي ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله والله. هو في حكم ولا مفيش يا احمد؟ الحكم بعد المداولة. لا لا، علاء غريب يا عم، احنا بنقول وجهات نظر، لا نقدر نصدق واحد ولا نكذب واحد. طبعا طبعا انا اتفق معاك، واحنا حتى لما بننزل احنا شفنا ناس بتتكلم وبتقول ايه، لكن المشكله برضه يا استاذ عبد الناصر للاسف ان الناس في كل ملف بياخدوا الملف ده ويشتغلوا عليه لاهواء وبعد شخصيه كده ومصالح شخصيه. يا احمد، دي فاتورة عملها واحد خرب النادي، انت ليه بتتحول كأنك انت اللي عامل العملة وعايز تطلع منها؟ يا عم ما تتعامل بمصداقية، كان لما تيجي تنجز اي حاجة الناس تقول لك برافو. يعني انا ارى، انا لو عضو من المفترض يبقى عندي من الكياسة والذكاء ان انا اقول ايه، الدنيا بايظة. يعني لو مرتضى بدل منهم يشوف عمليه، ده موضوع اجوجو قال 40 مليون، واجوجو اصلا كله 500 الف يورو مش 40 مليون، خلي بالك. شوف قاعد يكذب كام سنه ويقول 40 مليون والناس صدقت انها 40 مليون، صح، والموضوع كله 500 الف يورو. يعني ممدوح عباس كان ليه عند النادي 40 مليون جنيه، دين قرض حسن، يعني الراجل ده قرض للزمالك بدون فوائد. مرتضى منصور بدل ما يقسط ال 40 وممدوح عباس يتنزل له حبه اللي في الزمالك عن جزء، راح قال له ايه مالكش حاجه واخبط راسك في الحيط، راح ممدوح عباس خد احكام ب 85 مليون جنيه. يعني عايز اوريك. وبعد كده ايه، شوه ممدوح عباس بيحجز على النادي بيعمل، وقلب الايه من هو اللي خلى ممدوح عباس ياخد فلوسه مضاعفة، وخلى ممدوح بتجاوزه ضد ممدوح وسبه الممدوح يصمم انه ياخد الفلوس. والدليل على كده ان لما مشى ممدوح قال انا ادي عمري للزمالك مش الفلوس. انت من المفترض بدل ما يقول للناس حقيقة المصيبة اللي سايبها له مرتضى، ده بيلطف منها ويقلب وفجأة مدافع ليها. يا بيه ما تطلع بيان بعد البي بي سي النهارده، يا جماعه احنا لسه ما فوقناش من لشبونه نلاقي موضوع قشطة شومبونج، يا جماعه احنا هنعمل ايه؟ احنا شكلنا لجنه لبحث الموضوع ومعرفه اذا كان هناك حكم ولا لا وعمل اللازم، وسنظل ندافع عن الزمالك والحفاظ على مقدراته وحريصين على عدم خصم نقاط ومش عارف ايه. ايه يا جماعه ده؟ يا جماعه تقلب باداره. ده يا بيه انت كانهم ورثوا الازمات من ابوهم، يعني كان مرتضى منصور ده ابو اللجنه دي ومديهم امانه. ما شفتش كده يا اقسم بالله. ولا هتشوف يا استاذ عبد الناصر. لا لا، هو في حد قرا عده ياسين منه لله ان ما ينفعش اي حد في النادي؟ سبحان الله، لا يمكن يا جماعه، لا يمكن. تقلب به، قالب به، ألطف ليه؟ هو كان هيلطف مصايبك؟ أقسم بالله لو رجع النهاردة بحكم للتلات أشهر اللي انت درتهم دول ليطلع فيهم 900 مليون بيان. بيان كسروا الحنفيات، بيان كسر حنفيات دورة المية، بيان عدم نظافة دورات المياه، بيان مش الأكر والشماعات. وانا عايز اوصل لهم الرساله، مش عايزين يفهموا. اخيرا النهارده الدكتور حسين السمري كتب فاض بين الكيل وراح حاكي قصه شيكابالا، وقال لك انه ده ما نقدرش نتحمله. طب يا دكتور حسين ما تكتبوا ده على طول، ما تقولوه على طول للناس. طب اهو انا بتحداك بدل ما تطلع مع عبد الناصر زيدان ولا تبعت له رساله علاء يقولها، ارفع على البي بي سي قضيه، رد علي النقورة. لا إله إلا الله. يلا نخش على الأهلي. نروح للنادي الأهلي واستعداداته لمباراة فيتا كلاب. تفضل. زي ما حضرتك تعلم يا أستاذ عبد الناصر، مباراة النادي الأهلي أمام فيتا كلاب يوم السبت القادم في 9 مساء بإذن الله باستاد القاهرة. الاهلي كان واخد راحه من التدريبات، الثلاثاء هيتمرن اربع خميس جمعه والمباراه السبت، زي ما انا قلت امبارح في نيه او تفكير في الخوض معسكر مغلق قبل اللقاء ب 48 ساعه بدل 24 ساعه،
دي كلها امور وارده لسه، ولكن الموقف النهائي لم يتم حسمه بعد. بالنسبه لعلي معلول هيتم عمل اختبار طبي ليه قبل مران اليوم الاربعاء علشان يحدد موقفه بشكل نهائي، وان كان زي ما احنا قلنا في صعوبه بشكل كبير انه يكون جاهز للمشاركه في هذا اللقاء في الوقت الذي تاكد فيه جاهزيه كل من محمد الشناوي وعلي معلول حسين الشحات كهربا، يمكن اسماء بتتردد كتير في الساحه الرياضيه خلال الساعات الماضيه، ولكن كلهم جاهزين مفيش اي مشكله. في نفس الوقت الاهلي بيفكر السفر بطياره خاصه برضه للكونغو لمواجهه فيتا كلاب في مباراه يعني العوده، لكن الامر لم يتم حسمه بعد، وان كنت انا متوقع ان هذا الامر هيتم حسمه خلال الساعات القادمه برضه. عايز اوضح بس النادي الاهلي بالنسبه للكابتن محمود الخطيب ربما يكون حاضرا لاحد المران النادي الاهلي خلال الايام القادمه، نوع من انواع المسانده والدعم للفريق طبعا قبل لقاء فيتا كلاب الكونغولي. موسيماني يعني يمكن درس فريق فيتا كلاب بالفيديو وفريق التحليل الفني، يعني يمكن عملوا ملخصات كثيره لاهم نقاط القوه والضعف هيتم مشاهدتها مع اللعيبه خلال الايام القادمه والتركيز على بعض النقاط. في نفس الوقت كان برضه طبيب النادي الاهلي الدكتور احمد ابو عبد اكد كلامي بخصوص جاهزيه الشناوي ومحمد هاني وما فيش اي مشكله، يعني يمكن الناس كلها مركزه مع مباراتي فيتا كلاب يعني يوم 6 مارس بعدها بحوالي 10 ايام تاني مباراه تانيه في الكونغو، ولكن الاهلي مركز في اللقاءين بشكل كبير. واعتقد يا سعد النصر يعني يمكن جماهير النادي الاهلي يعني في بعض المواقع او بعض الجروبات او بعض الصفحات على السوشيال ميديا لمست في كلامنا امبارح عن ضروره الدعم والمسانده، اعتقد حاجه محترمه، الناس كلها بتتكلم عن ضروره يعني العمل في صمت شديد، دعم الجهاز الفني واللاعبين قبل طبعا لقاء فيتا كلوب القادم الهام جدا جدا جدا. الاهلي كمان يوم الاربع هيعمل مسحه طبيه يعني استعدادا بخصوص فيروس كورونا، استعدادا للقاء فيتا كلاب مفيش اي مشكله. وفي نفس الوقت وليد سليمان يعني بيشارك في تدريباته العلاجيه، ويمكن هو والشناوي يعني كانوا اشتغلوا مع بعض التدريبات في يعني احدى الجيمانيزيوم الخاص بعبد الدايم طبعا مدرب الاحمال السابق في النادي الاهلي، يعني حتى في يوم الراحه الناس حريصه انها تفضل شغاله وتعمل تدريبات بدنيه بشكل كبير مفيش اي مشكله. الاهلي برضه في مباراه يعني فيتا كلاب هيبقى عنده قدره على الاستفاده من حسين الشحات بعد انتهاء فتره ايقافه، وما يتردد زي ما انا بقول وقلت قبل كده عن نيه النادي الاهلي الاستغناء عن حسين الشحات او ان حسين الشحات خارج حسابات موسيماني او كل ده امر يعني مغلوط تماما، واحنا وضحنا ان يعني حسين الشحات موجود وان كل اللعيبه المتواجده حاليا لا نيه للتفريط فيهم، انت خلاص مكمل بيهم لحد نهايه الموسم، وفي نهاية الموسم لكل حدث حديث إن شاء الله. يمكن برضو أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق كان ليه تصريحات مهمة جدا خلال الساعات الماضية، أهمها طبعا أن الأهلي لم يخطف خطوات للتعاقد مع لويس مكسيونو لاعب فريق سيمبا التنزاني، وده يعني تأكيدا للكلام اللي قلناه. يعني أمير توفيق اتكلم في أمور كتيرة جدا 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 وتحدث في العديد من الأمور، يعني كان اهمها قال الجمله اللي كان قالها لرمضان صبحي وقال له قدامك ساعه وترد علينا، يعني هو بيقول ما كانش يقصد بيها انها تكون ترند او يعني تبقى اهم يعني جمله مشهوره، ولكن هو قال بالنسبه لرمضان صبحي هو مش فارق معايا، ما قدرش ما تم تقديمه له، فعملنا كل شيء معاه في فتره التفاوض ولكن هو ما قدرش ده، لما قلت له قدامك ساعه وترد علينا كنا نقصد هذه المقوله بالفعل، وهو في الاخر جال عرض بيراميدز واختار عرض بيراميدز. في لعيبه كتيره عملوا مجهودات للنادي كبيره زي شريف اكرامي، حسام عاشور، رمضان صبحي، اكيد اللعيبه قدموا تاريخ للنادي مش هنقدر ننكره. في نفس الوقت امير توفيق قال ان كان في وجود بعض المشاكل الاداريه او بعض المشاكل مع فايلر على مستوى يعني اوضه اللبس، وده اللي كان يؤكد ان التعاقد مع موسيماني كان خطوه مميزه جدا وهو ما تم. برضو امير توفيق اتكلم عن ان النادي الاهلي في نيته الاستفاده من قطاع الناشئين وبعض اللعيبه هيتم يعني عودتها من الاعاره، الفكر دايما عند الموجود عند النادي الاهلي يطلع لعيبه اعاره ياخدوا خبرات يكتسبوا مهارات اخرى ويرجعوا مع نهايه الموسم يعني. تمام. برضو يعني من ضمن الكلمات اللي موسيماني يتكلم فيها
يعني اول امس مع اللعيبه، وهيتم الحديث فيها في مرام اليوم يعني الاربعاء، فكره التحرك بدون كوره. يعني يمكن كل لاعبي النادي الاهلي كانوا ملاحظ عليهم المباراتين الماضيتين، ما فيش تحرك بدون كوره كتير، في حاله من الارهاق، وده اللي خلى موسيماني بالمناسبه يدي راحه للعيبه اليوم الثلاثاء او بالامس الثلاثاء قبل مران الاربعاء. ولكن التركيز في لقاء فيتا كلاب على النقل السريع، اللعب بالكوره على الارض والمساحات الفاضيه، استخدام الكرات العرضيه، دي كلها امور اللي يعني الاهلي مركز عليه عشان يستخدمها باذن الله الفتره القادمه. مباريات الاهلي يستغل الاستعدادات بشكل رسمي زي ما انا بقول اربع خميس جمعه سبت، كلها تدريبات جديه بعيد عن اي الاعلام، استعدادا لمباراه فيتا كلاب الهامه للنادي الاهلي. برضو يعني خلينا نروح شويه يعني من بعض الاخبار الموجوده في النادي الاهلي. يمكن الاهلي يا صاحبي مصر واخد خطوات يعني مع ان كل الناس دلوقتي بتروح للحاجات الاونلاين والمشتريات عبر الانترنت، الاهلي يعني بياخدوا خطوات للاعلام بشكل رسمي عن موضوع او مشروعه الاهلي ستور، بس من خلال الاونلاين بقى، من خلال الانترنت. يعني يصبح بمقدور كل جماهير النادي الاهلي انها تشتري المنتجات الخاصه بالنادي الاهلي سواء من تيشيرتات او هدايا تذكاريه او لبس من خلال الاونلاين على الانترنت. ده مشروع الاهلي شغال فيه وسيتم الاعلان عنه بشكل رسمي خلال الساعات القادمه، يعني القريبه جدا بالمناسبه. اشكرك ابو حميد. اخيرا عشان ما اطولش عليك، يعني يمكن الفيفا في تقرير رسمي يعني نزله على الصفحه بتاعته بيتكلم ان في اخر 15 سنه تقريبا الاهلي بيحصد كل البطولات في الكره المصريه، يعني حتى هو منزل عنوان هل الاهلي قتل فكره التنافس في الكره المصريه. يعني ده موقع الفيفا يؤكد ان النادي الاهلي في اخر 15 سنه حقق ما لم يتم تحقيقه على مستوى الدوريات العالميه كمان، يعني فده يؤكد قيمه النادي الاهلي دايما، والحب دايما للتوفيق باذن الله. شكرا جزيلا ابو حميد. شكرا جزيلا يا استاذ عبد الناصر.